هو ايش يرد الهواء. رد مرتين ثلاثة بعد الأخير قال له مش عارفين الرئيس كبير قال له تكو راح الهواء. قال له بلش معاه يرجع الهواء. قال له معناته هذا يشرب العباد ما ما بطل العباد بطل الهواء بطل. قال له ما كمان مرة اجى الهواء قال له من رب العباد من رب العباد قال له من رب العباد والعم اذا صدى ايش ما قالتلوش دارت البيجين للقاعدة كبيرة ابيض؟ ابيض قاعدة كبيرة ابيض 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 اكبر كان بيدي هو اللي كشف هو اللي كشف قال انا من الله مش من اللي شفت كل ما يجي بده يعملها الاسود الاسود يمنعوا مين الابيض مش هيك على الاسود الجيش حاول انه مشان ينجي العرب بده يعمل لك منيك بده يعمل لي منيك دونيك كان لما كل ما يحاول ينيكني يهب هواء يهزز البيت قال له القائد الاكبر منه الابيض ابيض ها قال له اتركه راح الهواء بطل يهز البيت قال له اعملها كمان مره رجع البيت ايش؟ يهز قال له هذا من الله مش من رب العباد رب العباد يعني ستوب ات ما يعني ما قصه من الاخر وما صار وما ما 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 رب العباد رب العباد تاكل الاسود على رغبة مين؟ الابيض ما دارت له العرس؟ مين؟ الاسود؟ لا ما دارت له الاسود ما دارت له قائد الجيش الامريكي قائد الجيش يعني الابيض دارت له بس الاسود ما دارت له والابيض له يعني خطة عليها لا تعملها بعد شوف يعني من عند الله ولا من عندي يعني وصلت الابيض اسكت الاربع ايش؟ شاف هيك من رب العباد شاف هيك عبيد السود بفكروا بالمخدرات وبالمحنة بس يعني بزبوا بمحنته بس وكيف يدور روح البيت بس كيف يدور وصل البيت هنيك برضه بس بالتأكيد يلقى بنته وآخر شيء آخر لحظة إيش بتيجي بنته تسعى مرته قد تصيح تيجي البنت تنزل على أمها بلبسها هي هي العبيد السود عندنا هي العبيد السود صارت ورب البيت صارت تيجي بنته تنزل على أمها قلناك قلناك على العبد الله تمنيك تمنيك بيجي الصبح بيطلع الصبح البيت مقلوب فوقنا تحت شو صار ابوك هيك هيك اتصل بالشرطه تيجي الشرطه بتقول له شو احلى اكل عندك احلى اكل تعمل له اياه وبسع 100 دولار وبناموه يومين وبحمموه وقولوا له مع السلامه لا 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 تحاول تعملها مره ثانيه ما عليه عقوبه ما عليه عقوبه 100 دولار وسجل على مزرعه فهمت فهمت انا يعني قبل ما يصحى بس بتدرسوا قبل ما يصحى 100 دولار بدفع غرامه اه بتعمل دي بس على الحكومه على الجيش على اللي سواه كله يكون لبس بنته وامه ومرته شت انا بقى يجيب احسن وانا بس بشوفكم شباب ان في عالم بحاجه لقعده حلوه وفي عالم بحاجه نحكي يعني انا صار لمده ساكت تكفين انتم بالمسامير بس بقولكم قعده حلوه حلوة وهواء ونظيف وهواء نظيف وأنا بشكركم اللي خليتوني إيش تحكي اللي خليتوني أحكي فضل وحكي ما في عندي حكي غير الموضوع هذا اللي خمس سنين يعني 24 ساعة كل 24 ساعة الناس اللي إيش الصواني ناس اللي بيجي الكتف بتعيدوا بكرة بتعيدوا بكرة ناس اللي على الكتف يعني ما قدر أغيرها يفوز عرب أنت كبير يا عمر أحكي وقت ما بدك لما الواحد لما يحكي بنعرف انت قدوه لنا يا شيخ عمر مره الشافعي رحمه الله شاف شيخ لابس ايش قبي وجدي ومش عارف ايش ويعني وفرس اصيل ومش عارف ايش يعني مبين عليه ايش العز فصار الشافعي ايش والشافعي ايش لابس ملابس وسخه وصار يجبجب الشافعي يجبجب الشافعي يجبجب الشافعي ايش الشافعي صار يجبجب منه قال لك هذا الشيخ اذا حكيت كلمه بيطلعني فنط الشيخ اللي لابس منيح سال الشافعي قال له يا شافعي اللي بمرض بروح النار قال له اللي بمرض بروح النار قال انا اللي شو اسمه الشافعي ان يرتاح في قاعدته انا الشافعي لما سمع سؤاله انا الشافعي ان يرتاح انا الشافعي ان يرتاح بس سمع اجابته بس يعني بروح النار ولا بروح الجنه بس سمعها قال انا الشافعي ايش ان يرتاح انا الشافعي ايش انا يرتاح انا شيخ الزهد انا الشافعي ان يرتاح يعني الشافعي خايف منه لما سأل ارتاح هيك سؤال سؤال يدل على انه على مش عارف ايش مش عارف الله فين حقه